عظيم، لقد تحول العم خميس من معارض لفكرة وجود الجيش في العرس إلى حام لسلامتهم وسلامة أهل قريته. هذا الحل هو الذي أدى في النهاية إلى مرور حفل الزفاف بخير. أيضا لا ينسى المخرج ميشيل خليفي مسألة التراث الفلسطيني، فينقلك بنجاح إلى عالمه الريفي البسيط، حيث تتنفس هواء القرية وتشعر بخضرة المكان وتجول بحرية داخل البيت الفلسطيني القديم، متفقدا أثاثه الشرقي ومقتنياته الأثرية، ليعرفك على العادات والتقاليد المتبعة أثناء الاحتفالات والأعراس. حلف الله عليك توفيق المحب للنبي هو خروف. حلف الله عليك توفيق المحب للنبي الخفاء. يا هلا بالشباب. بنجاح والله يا هلا بيهم. زي. حلف الله عليك بخليفة المحب للنبي. وتتكحل فراس العريس. حلف الله عليك أمين المحب للنبي. بسط فراس العريس. حلف الله عليك أبو عدنان المحب للنبي. هدايا. وسهلا شرفونا احبابنا اهلا وسهلا شرفونا احبابنا. هي لوحة للحياة في أبهى صورها، يكللها دور الحادي في العرس الشعبي الفنان محمد جبورة، وهو رجل من تاريخ فن الزجل الشعبي الفلسطيني، أدى هذا المشهد في فيلم عرس الجليل عام 1987. هذا التراث هو ما ركز عليه المخرج ليبقى محفوظا في ذاكرة الأجيال اللاحقة بألحانه العذبة وكلماته الثورية، وهو التراث الذي ينازعنا عليه المحتل الغاصب فينسبه لنفسه حينا ويحسدنا حتى على لقمة الطعام حينا آخر. لنستمع في هذا المشهد إلى الحديث الذي دار بين الحاكم العسكري وجنوده أثناء العرس. האוכל הזה לא רב, אני לא יכול לסבול את הארג הזה. גם בלבנון זה אותו דבר. איך הם קוראים לזה בלבנון? מזה? מה זה? שיהיה מה זה. שמה זה הרבה יותר מגוון. אבל פה זה הרבה יותר טעים. באמת, נו? הכל רק לא האוכל של הקיבוץ. סויה ולבן. צר לי עלייך. האוכל שנמצא כאן הוא בלבנון. כאין וכאפס לעומת האוכל הדמשקאי והחלבי, במיוחד החלבי. חלב. חלב. העיר הכי מפוארת בארם צובה. שמה. מטעמי המזרח האמיתיים. הבשרים שם. אין בעולם. רק תתפללי לאלוהי ישראל שיום אחד תתעמי את המטבח החלבי.
عبر فيلم عرس الجليل عام 1987 عن رسائل لافتة حول رؤية المخرج ميشيل خليفي لمدى الاقتحام الإسرائيلي لحياة أصحاب الأرض المحتلة، وعرض من خلال عدسته وبجرأة صريحة تفاصيل العادات والتقاليد التي تمتلكها شريحة من شرائح المجتمع الفلسطيني. ولأن ميشيل خليفي اسم بارز بين المخرجين الفلسطينيين، حضرنا هذا التقرير حول أهم أعماله السينمائية لنتابع. عدد من المخرجين أمثال ميشيل خليفي، رشيد مشهراوي، هاني أبو أسعد، إليا سليمان، علي نصار وغيرهم، أسماء منحت السينما المستقلة جنسيتها الفلسطينية، أما الاسم الأبرز بينهم فهو ميشيل خليفي، رائد السينما الفلسطينية المستقلة وأول من فتح الطريق أمام المخرجين الآخرين عندما قدم فيلمه الجريء عرس الجليل كأول فيلم روائي طويل. ولد ميشيل خليفي في مدينة الناصرة عام 1950، هاجر إلى بلجيكا عام 1970 حيث درس المسرح أولاً ثم السينما. أول أعماله التأسيسية في السينما الفلسطينية كان عام 1980 مع فيلم الذاكرة الخصبة، والذي مزج فيه بين الأسلوبين الوثائقي والروائي. من أعماله الأخرى نشيد الحجر، حكاية الجواهر الثلاث، الزواج الممنوع في الأرض المقدسة، وفيلم الطريق 181 بالتعاون مع المخرج الإسرائيلي إيال سيفان، فاعتبر النقاد هذا الفيلم نوعا من التطبيع الفني مع الكيان الصهيوني. أما آخر أعماله فقد كان فيلم زنديق عام 2009 الحائز على جائزة المهر الذهبي في مهرجان دبي السينمائي الدولي، بالإضافة إلى جائزة الإبداع المقدمة من مؤسسة بوابة الصحراء. عرس الجليل اسم استوحاه المخرج ميشيل خليفي من قصة المسيح عليه السلام، فقد ذكر إنجيل يوحنا أن السيد المسيح حضر مع أمه العذراء عرس قانا الجليل التي تبعد 6 أميال شرق الناصرة، وبحسب الإنجيل فقد بارك بحضوره هذا العرس سر الزواج وأظهر مجده هناك فآمن به تلاميذه. لكننا أثرنا استضافة المخرج السينمائي محمد ملص لمعرفة رأيه حول الفيلم وأفكاره المطروحة، فلنتابع. أولا، عرس الجليل هو فيلم الروائي الطويل الأول، ويعني بسري أنا أتحدث بقناة اسمها فلسطين اليوم، بينما فيلم عرس الجليل فيلم يتناول المجتمع الفلسطيني قبل حوالي ربع قرن أو أكثر قليلا، لأنه هذا الفيلم من إنتاج 1987. فكان فيلم عرس الجليل في تلك الفترة يحاول أن يقدم فلسطين كما هي عليه في الحالات الاجتماعية الخاصة بالعادات والتقاليد التي كانت سائدة. أنا يعني اليوم لا أستطيع ولا أريد أن أنظر إلى العادات والتقاليد المقدمة في فيلم عرس الجليل بمنظور نقدي بعقلية اليوم، بل أن أسعى لرؤية هذه العادات والتقاليد ودورة في فكرة الفيلم، وخاصة حين يكون الفيلم كما هو فيلم عرس الجليل هو فيلم صحيح يحكي لكن يسخر الواقع والعادات للتعبير عن شراسة الوضع الذي تعيشه المجتمعات الفلسطينية، ألا وهو الاحتلال. أرادوا أن يحضر الحاكم العسكري هذا العرس، أو الذين أرادوا أن يقوموا بعملية نضالية ضد هذا الحاكم، الاثنان بشكل من الأشكال هم لا يعني لا يمكن أن نسميهم قابلين للاحتلال. فهي فكرة يعني ذات أهمية دلالية، ذات أهمية رمزية، بين أن تقيم العرس أو أن لا تقيمه، بين أن يمضي العرس بسلام أم أن لا يمضي، أي أن تعبر عن الفكرة حتى النهاية. لكن
الاثنان ليسوا قابلين بالاحتلال، لا يمكن وسط كل الواقع الفلسطيني أن تلقى من يقبل الاحتلال إلا أن يكون عميل. أما الاحتلال هو أمر مرفوض، أما أسلوب التعامل مع هذا الاحتلال بأن تلغي وجوده وهو قائم أو أن تقبل وجوده وتقاومه، ليس لتتعايش معه إنما لتقاومه وتحاول أن تحقق مشروعك. بالفعل يمثل هذا الفيلم باكورة الأفلام الفلسطينية التي عرضت للبيئة الريفية وللفلكلور الشعبي بريشة أجادت استخدام اللون دون تشويه، وبوتر عزف لحن الحياة في فلسطين دون نشاز. من هنا لا يمكن لهذا الفيلم إلا أن يبدو غريبا للعين الغربية، فالمخرج ميشيل خليفي ورغم أنه درس المسرح والسينما في بلجيكا إلا أنه عرض التقاليد الفلسطينية بصورة فنية وشرقية بحتة. إلى هنا نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أملين أن نكون وفقنا في الوقوف معا نحن وأنتم على إحدى رسائل الفن السابع. نرحب باقتراحاتكم على بريد البرنامج الإلكتروني rasail@baltodaytv.com. لقاؤنا بكم يتجدد الأسبوع المقبل، فإلى ذلك الحين لكم تحياتي وتحيات الزميلة فوزية حرب في الإعداد مع كل فريق البرنامج. أستودعكم الله وإلى اللقاء. ما زال إنك مش مريض، قوم معنا، القرية بتشارك معنا بالفرح، والفرح ما يرام. يعني قايم لكن مش رايح معكم على الفرح. أنا كل حياتي بتمنى أنه ما أشوفش هذا اليوم اللي فيه منبيع أنفسنا لأعدائنا. روق شوي، الفرح فرحنا وإحنا منديره على كيف عقلنا. قوم شوف الحاكم العسكري ضاع على سواعد رجالنا هو وجنوده. لو بقدر لا ترضوا من هون لحالي ولا الأبد. خوي أبو خالد، أنت مش جاي عشان الحاكم العسكري، أنت جاي عشان عرس عادل، عشان أخوك، وإذا ما بتيجي ما بشرب عندك نقطة مي. لا أفرح بدون كرامة ولا كرامة والجيش فوق روسنا. لا أفرح بدون كرامة ولا كرامة والجيش فوق روسنا.